أهلا مشاهدينا إلى العناوين. الرئيس مسعود بارزاني يستقبل النجيفي نائب رئيس جمهورية العراق والكربولي رئيس ائتلاف القوى. مؤسسة بارزاني الخيرية تمد يد العون للمتعففين وذوي الاحتياجات الخاصة في قلب الموصل. أطراف كردستانية تؤيد إعادة الفرز والعد اليدوي شريطة إجرائه في العراق عموما. وفي بغداد، واشنطن وطهران على خط الصراع من أجل تشكيل الحكومة العراقية. أهلا مشاهدينا. استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين في مقر إقامته أسامة النجيفي نائب رئيس جمهورية العراق ورئيس تحالف القرار العراقي والوفد المرافق. وفي اللقاء تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن المعادلات السياسية في مرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب العراقي واحتمالات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما تم تقييم آخر المستجدات ومواقف القوى الفائزة تجاه مستقبل العراق. هذا واستقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين جمال الكربولي رئيس ائتلاف القوى العراقية والوفد المرافق. وعبر رئيس ائتلاف القوى العراقية خلال اللقاء عن شكره العميق لشعب كردستان والرئيس مسعود بارزاني لاستضافتهم واحتضانهم لمئات الآلاف من المنكوبين والنازحين العرب في كردستان.